لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان سياسي العراق المستقل لطيف الربيعي. أهلا بكم أستاذ لطيف. أهلا وسهلا، حياكم الله. يعني أبدأ معك من الفساد الحكومي الذي كان العنوان الرئيس للاحتجاجات الشعبية التي خرجت في العراق. هل تتوقع أن تتراجع القوى الحاكمة عن سلوكها في إدارة الدولة التي حطمها الفساد؟ أهلا وسهلا مرة ثانية. هذا السلوك هو السلوك الحقيقي والممنهج والمبرمج لقيام هذه المنظومة السياسية في العراق التي أتت إلينا بجحيم ما بعده بان الاحتلال الأمريكي، وجاءوا بأسماء وأوغاد من شوارع ومن سفارات ومن لاجئين ومن مصحات عقلية ونصبوها على هذا العراق العظيم. وبالتالي فهذا السلوك هو سلوك حقيقي وسلوك طبيعي بالنسبة للحكومة، وعلينا كمراقبين أن لا نستغرب ولا نتساءل هل هذا السلوك سيستمر أو لا. هو هذا سلوكه، هو هذا هويته السياسية، هو هذا طابعها يعني طابعها السيء في إدارة الدولة، لأنهم ليست لهم علاقة بإدارة الدولة ولا لهم علاقة بالسياسة العليا ولا لهم علاقة بأي شيء. هم مجموعة غزاة، صراحة غزاة هم أو حصالات من الغزاة الأصليين اللي هم أمريكا وأعوانها وذيولها وإيران وهيمنتها، وهؤلاء هم من ينفذوا هذه الترتيبات والصفحات السوداء التي يعني ينتهجها كل هذه التي أدت بالعراق إلى ما أدت إليه. أستاذ لطيف، كانت هنالك خطة منذ 4 سنوات لمحاربة الفساد، ما هي مؤشرات نجاح هذه الخطة؟ يا سيدتي الفاضلة، والله هذا مسألة شيء مضحك. أين هو يعني كيف يحارب الفساد وهو فاسد؟ كيف يعني؟ يعني كيف منظومة فاسدة تحارب الفساد؟ يعني هذا سؤال على المراقبين أن ينتبهوا له، أنه هذه السلطة ستعمل بمحاربة الفساد ولديها اليوم الفاينانشال تايمز البريطانية، وهي الصوت القوي للقوى التي جاءت بهؤلاء المحتل العفو الشرادم، اعترفت بما لا يدع للشك ان هناك فشل ويعني وسوء اداره من هؤلاء التي جلبها اسيادهم. وهذا اعتراف دولي واعتراف من جهه هي التي خططت ايضا او شاركت في التخطيط على احتلال العراق ومن اتوا من جانبها، والجميع وكثر من الحكومه العراقيه ما تسمى بالحكومه العراقيه يحملون الجواز البريطاني. نعم. التي تتحدث عنه الفاينانشال تايمز، وهذا اعتراف دولي وصارخ امام المجتمع الدولي ايضا. نعم. هي المساله ارتداديه حقيقه، ارتداديه من المجتمع الدولي بانه بلغ سيل الزبا صراحه، ويعني حتى الناس اللي بحاجه الى عملاء هم ليسوا بعملاء بهذا الشكل. في هذا السياق استاذ لطيف، يرى عدد من المراقبين بان قطار الاصلاحات وانتهاء او القضاء على الفساد تاخر كثيرا، وبالتالي فان المتظاهرين لن ينتظروا مزيدا من الوقت. ما مدى صحه هذا القول؟ نعم، ليس هناك من قطار الاصلاحات حتى يتوقف. هذه مساله. المساله الثانيه على المتظاهرين أن يصعدوا من مطالبهم وأن يعني ينطلقوا انطلاقة حقيقية، وأن تكون هناك قيادة شاملة لكل هالتظاهرات وكل هذا الشباب الذي المنتفض صراحة، ومهما قلنا فيها أو رأينا فيه. يعني مسائل أي يعني شيء، والله ما كيف الواحد يحكي أو يحلل أو يعطي إثباتها. الكهرباء التي هي الكهرباء اليوم، نحن نقرأ وامبارح في مصر العربية أنه 24 مليار جنيه مصري وليس دولار بنت 3 محطات كهرباء عملاقة ودربت 1500 عامل مصري ومدرب وفني. وفي العراق بالشهر تقريبا 900 مليون دولار أو 9 مليارات أو بالمليارات مئات المليارات ولحد التريليون من 2013 لحد الآن على الكهرباء، ولا شارع كامل لديه كهرباء منتج. فأي إصلاحات، أي قطار إصلاحات؟ فهذا يعني من صراحة من المعيب علي أنا كمراقب سياسي أن أدعي أن هناك قطار إصلاحات أو منظومة إصلاحات. هم فاسدون، هم فاسدين. يعني كيف يعني أصلح؟ كم أنا فاسد وأصلح كيف؟
هو هذا النهج، هو هذا النهج لتدمير العراق، لتدمير الأمة العراقية، لتدمير الشعب العراقي، لتدمير مستقبل العراق، لأجيال العراق. الهدف الدولي بالحديث عن المستقبل أستاذ لطيف، بالحديث عن هذا المستقبل، ما هو السيناريو الذي تتوقعونه لهذا الملف، ملف الإصلاح وملف الفساد، كيف يتم القضاء عليه؟ ما لم تتم صراحة، ولنقولها بملء الفم مثل ما يقول، ما لم يتم مسألة إصلاح سياسي حقيقي ونهج سياسي حقيقي وإزالة كل هذه الشرار من بغداد في عملية سياسية كبيرة تشترك بها كل الدول العظمى مع المواطنين العراقيين الأصلاء ليبنوا مستقبلهم وليكتبوا دستورهم ولينتهجوا نهج مستقبلهم. غير هذا، هذه الترقيعات والترتيبات هذه والتي تقوم بها الأحزاب والأحزاب المسادنة والدول المجاورة التي مرتاحة جدا ومسرورة جدا لما آل إليه العراق حتى هي تضمن أمنها وتأمن مستقبلها وتأمن لصوصية ما موجود في بغداد لتنفيذ مآربها، وبالتالي المستقبل رديء صراحة وسيء ومظلم لم يعني يتبادل أو يتناخى جند العراق ويتناخى أهل العراق وأصلاء العراق لإزاحة هذه العملية السياسية وإلغاء هذا الدستور وبناء عملية حقيقية يتناولها البناة الحقيقيون وليس طلاب الأحزاب والبرلمانيين وأخرى. وهذه يعني هذه مسألة مهمة جدا، إلغاء العملية السياسية. غير هذا، هذه كلها ترقيعات وتظاهرات على الفاضي صراحة، مع احترامنا للدماء التي أسيلت. شكرا جزيلا لك لطيف الربيعي، السياسي العراقي المستقل، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.